انت راسك كبير. تحبس نفسك دقيقة ونص. اس اظافري. ثبتينا شيء؟ لحد هلا لا. مرحبا. هلا. كيفك؟ تمام. تعرفيني عنا؟ جوال. جوال كيفك بالتحديات؟ منيحة. يعني في شيء تحدي بصعب عليك؟ ما بظن. طيب شي مرة حدا تحداكي تحدي وما عملتي؟ لا. يعني انت راسك كبير؟ تمام جدي. جوال هون في تحديات، التحدي اللي بيطلع لك عليه جائزة، جربي. اسحبي ورا. اس اظافري، تحدي اس الاظافر. قديش جائزته؟ 35. كيفك بس اظافر؟ عارفيني اظافيره؟ لا. ما مشكلة، بضاعة مخلوفة بيرجعوا بيطولوا. يعني عادي؟ عادي. بدك تسبينا شيء؟ لا. ثانية اعطيكي الأرباطة. بدك تزعلي شيء؟ إذا تزعلي خلص بنغيره. لا ما بزعل. طيب. بس والله طوال. عادي. يعني مو أول مرة بينقصوا. إيه بس البنت إذا عندها شيء مناسب أظافيرها طوال بتنبسط. إيه منركب. بلا. شو أنت المناسبة عندك يا؟ عرس أختي. السبت. ما شاء الله عبان عندك. متجوزة شيء؟ لا. ما شاء الله عبان عندك. ميرسي. طيب بركي زعلت أختك إنك قصدت أظافيرها. ليش رح تزعل؟ ما انا رح ركب هيك رح ركب. عادي. يعني عشان هيك جراتي قصيتيهم. ايه يعني. قد ايه لك عم تربيهم؟ والله انا يعني يمكن بالسنه اللي قص اظافري مره، فهي منها لهي السنه يعني. بعد ما عاد كل عام انت بخير؟ انت بخير. طيب اظافرك بيطولوا بسرعه شيء؟ ايه الحمد لله. اظافرك ولا شعرك بيطولوا اسرع؟ والله الاثنين. ثبتينا شيء؟ لحد هلأ لا. يعني ممكن وقت تخلصي تسبينا؟ طيب خلص معناتها مشان ما تسبيني بس. شو ضل ثلاث أضعاف؟ يلا كمية. شو كان اسمك جوال ما؟ اي. جوال مسامحتيني؟ سامحتك. دنيا وآخرة؟ دنيا وآخرة. خلص هات تركي للاستعمالات الشخصية. لا. والله إنك أخت رجال. وإنك وحشة. تفضل. ميرسي جوال. جوال انت ربحتي معنا جائزة مقدمة من يلا تيجي. وراح اعطيك القرارات مشان ضلك تتذكرينها. ميرسي. ميرسي لك. ميرسي سلامتك. باي. مرحبا. هلا يا زوم. كيفك؟ تمام الحمد لله. عرفني عنا؟ حيدر الشامي. حيدر كيفك بالتحديات؟ تمام الحمد لله ماشي الحال يعني. طيب أنا هون معي تحديات تمام؟ كل تحدي عليه جائزة. اوكي. صحيح حيدر كل عام وانت بخير. انت بألف. عيد ميلادك. فينا عاد عليك خلي لي اياك. حبيبي حيدر، اسحب ورقة من البوكس. بس اقرأ لي اياها ايه؟ تحبس نفسك دقيقة ونص. كيفك بهذا التحدي؟ قديش جائزته؟ 25. طيب كيفك بهذا التحدي؟ تمام ان شاء الله. كيف العادة تحبس نفسك تحت المويه؟ يعني ايه. طيب جاهز؟ جاهز. تعال هات الورقة. شلون بدك تحبس نفسك؟ تسكر انفي وحط ايدي على تمي شو بدك؟ شلون ما بدك؟ بس بدي ما تغش. لا اكيد ما راح اشغل. طيب جاهز؟ جاهز. بس انا راح اشغل التايمر. يا. عشان حلال وحرام. هذاك اهم شيء. رح بلش انا ايه؟ واحد. شلون بدك تسكر نفسك؟ ارجيني؟ لا تسكر انفك وترك تمك. طيب. ما تنفس من تمك، لا بايدك الثاني. ايه؟ طيب يا. بس بدي اشوف تمك. يلا بسكرت تمي. فيك تسكر انفك وانا شايف تمك؟ لا ما في. لا اكيد ما صار. ما فيك تعملها. لا ما حلوه. ما حلوه. طيب يلا بس انا رح خلي الشغله لضميرة. بنك لا اكيد بنكشف. خلص يلا. واحد اثنين ثلاثة. بس بدي اياها دقيقة ونص. تمام؟ شو كان اسمك؟ تذكرني شو كان اسمك؟ والله ما مريت عليك. هلا ليك هلا صار معي 15 ثانية. ليك طبعا بكره وقت ما نشوف الحلقة رح ينتبهوا إذا أنت فاتح تمك ولا لا. خليك جنامي. استكر أنفك مني. على فكرة عم تفتح تمك ها؟ عم تفتح تمك. ما أدري. قديش؟ 36 ثانية. حاجة؟ لا مو حاجة. مو حاجة. أنا ليك حطوا تحدي قال لي دقيقة ونص.
هلا انا بالما اطلع قلت لهم بدي اجربها، انا اي تحدي بحطه بجربه على حالي. انا سكرت دقيقتين انسى ها بدخن. اه بجوز انا ما بدخن بدخن بس احذر. شو انا بتعرف ليش رح ربحك؟ ليش بتعرف شو الشيء اللي غفر لك اليوم؟ شو انا عيد ميلادك. شفتك حيدر، اهلا وسهلا فيك بالشام. خلي لي اياك يا رب. بتمنى ما تكون زعلت منا. اكيد. والجائزه مقدمه من يلا تي في. خلي لي اياك يا رب. استنى كثير يا زلمه حبيب قلبي. خلي لي اياك. خلي لي اياك. استنى ايدك. الله يخليك.